تقريبا كان عدد المتطوعين اللي موجود في اول دفعه زي ما حضرتك بتقولي كانوا قد ايه تقريبا؟ طيب احنا في متطوعين اللي هم اوريدي ثابتين موجودين هناك تبع المؤسسات، يعني احنا كان في عدد كبير، يعني احنا العدد اللي كان موجود في الـ هناك في المعبر اللي بيشتغلوا على الحاجات الاجازه اكتر من الالف وشويه، اكتر من الالف، بس لا ممكن اقول لك بقى المتطوعين اللي موجودين اكتر من 2000 كمان. ما شاء الله، كله تبع التحالف الدولي، تبع التحالف التحالف الوطني، الوطني للعمل الاهلي، التحالف التحالف الوطني للعمل التنموي. طب هيام، انا عايز اقول لك على حاجه، لانه ناس كتير جدا يمكن ما تبقاش عارفه اهميه التطوع والعمل اللي بيعمله المتطوعين. انتوا بتعملوا عمل عظيم جدا وعمل بطولي جدا، حابين نعرف الناس اللي بيتابعونا دلوقتي الشغل اللي بتشتغلوه، ايه المهام اللي بتعملوها، ازاي بتساعدوا بعض، ايه الـ الاجراءات اللي بتحصل عشان نشوف في النهايه المشهد ده، ان الشاحنه تدخل وتعبر المعبر وتروح لاهلنا في غزه. طيب خلينا نقول ان التطوع ليه انواع ومراحل مختلفه، يعني كل حاجه، كل مهمه ليها مجموعه متطوعين، صحيح، يعني ليها تطوع. ففي مهام كتير جدا بتحصل من اول ما، يعني مثلا ما تيجي حضرتك المؤسسات، من اول ما هم بيعبوا العربيات دي من قبل ما تيجي المعبر، دي مجموعه متطوعين كتير جدا بيشتغلوا على ده. اول ما بتيجي دخلت المعبر في مجموعه متخصصين مع العربيات، ودول موجودين، ودول اللي كانوا موجودين في المعبر لحد ما تم تسليم الجزء من المساعدات. طب دول كان دورهم ايه؟ الدور الاساسي المفروض ان كانت العربيات هتيجي وتتسلم في ساعتها وتتحرك لغزه، لكن ده ما حصلش. طيب قعدوا في المعبر، طبعا العربيات موجوده، اما عايزين، لا مش عارف كام عربيه، عايزين ادويه، فيفضوا العربيات هنا، يودوا هنا، يدخلوا دي في دي، قصص كانت كتير جدا. انا مهما حكيت لحضرتك، وفي صعوبات كتير اكيد بتقابلوها يعني في طريق الرحله لغايه قطاع غزه. طبعا انت عندك الصعوبه من اول، بس تعالى نقول من اول ما خدوا الطريق مثلا، خلاص عبوا العربيات، اتعبت بالحاجات، كل ده في المؤسسات، ده في حد ذاته شغل كبير، وخد وقت طويل منهم على فكره، مش قليل. الشباب اللي بيشتغلوا على ده، طيب الشباب بقى اللي راحوا مع الشاحنات، انا عايز اقول لحضرتك يعني مثلا احنا خدنا اول يوم ده، يعني مثلا في مجموعه اتحركت من الفيوم، ويكون من كل المحافظات، في خدنا حوالي 18 ساعه سفر، مسافه طويله، 18 ساعه سفر بس عشان توصل هناك المعبر. فما بالك حضرتك بقى كان طول الطريق، طول الكلام ده كله هم قاعدين منتظرين ليل نهار، ما فيش نوم، الضرب، القصف شغال طول الليل، ما فيش نوم بسبب القصف. يعني احنا مش عارفين اهل غزه، احنا اللي خلانا كلنا مش هنتحرك من مكاننا لما يحصل، احنا شايفين الضرب ده، ما هم بيحصل كده فينا احنا، واحنا ما فيش عندنا ده، امال هم عايشين ازاي؟ متخيل حضرتك اما انت كشاب او كناس موجوده في مكان، موجوده اقصى طموح ناس، عايزه مساعدات، عايزين ميه، وعايزين اكفان، وعايزين دواء، مش لاقيين حاجه في عارف حضرتك ده ده مأثر ازاي على الشباب؟ الشباب كان في ناس بتبكي طول الليل، في ناس ما كانتش بتنام طول الوقت، حاله الفزع عشان خاطر اللي بيحصل في غزه ما كانتش سهله على الجميع، وفي ناس ما قدرتش تتخطى ده على فكره. طبعا.